كابتن اسامه الف مبروك. انتهت المباراه اكلينيكيا في الشوط الاول. ما فيش شك بقى، احنا لما اتكلمنا بين الشوطين قلنا كده، قلنا المباراه صعب جدا على طارق العاشري ان يعود، خاصه مع النادي الاهلي. يعني الاهلي بالحاله دي بالاداء ده الشوط الاولاني وكسبان 3-0، من الصعب انك انت ترجع للمباراه. يعني عايز توفيق غير طبيعي يعني ان يحصل كده. فمباراه مستحقه للنادي الاهلي لعبا ونتيجه. والحمد لله انك انت لما بتبذل جهد كبير ربنا كمان بيجيب لك التوفيق. صحيح. فالحمد لله ادينا بقوه كبيره جدا الشوط الاولاني، اصرار غير طبيعي، كميات جري عاليه قوي، عدد زياده عدديه داخل ال 18، تحركات حلوه من الاجناب، من هاني والشحات في اليمين وعبد القادر ومعلول ناحيه الجنب الشمال، في تكمله من فخري وحمدي فتحي وداخل ال 18 مع كهربا، تحركات كويسه من كهربا. الامور كلها كانت ماشيه في الشكل الطبيعي اللي المفروض يكون عليه النادي الاهلي، فربنا جاب لك التوفيق كمان في هدفين سرعة جدا، الاول والثاني. اتحكمت في زمام الشوط الاولاني تماما وجبت الهدف الثالث، هدف جميل لكهربا. الشوط الثاني طبيعه الحال يمكن بتعليمات وتعليمات واضح انه من مستر كولر نلعب في نص الملعب، استناهم لغايه لما يجوا لك على اساس انك انت كسبان 3 وبعد 4 ايام او 3 ايام عندك مباراه مهمه جدا مع المنافس التقليدي نادي الزمالك، فبرضه مش عايز تستنفذ كميات جري غير طبيعيه وتلعب على الاخطاء اللي هيحصل فيها فرقه سموحه وهم بيتقدمين عشان يحاولوا يخشوا في المباراه. يعني يمكن الريتم، يعني ايقاع الاداء قل ومع تعب من بعض اللاعبين، واحد زي كهربا راجع بعد غياب 6 7 شهور، لعب 60 دقيقه فكان خلاص لازم يطلع، وتغييرات بعد كده لحسين الشحات وطبعا حمدي فتحي كانت اصابه، ومحمد هاني لخالد عبد الفتاح، حصلت بعض التغييرات كمان قللت ايقاع اللعب شويه. انت بتشوف ناس طبعا الثلاثه الجداد اللي نزلوا في ملامح، ولكن لسه مش هنقدر نحكم حكم نهائي غير لما يعني يلعبوا بشكل اكبر مع النادي الاهلي ويبان الحاله. مروان حمدي طبعا، مروان عطيه طبعا كلنا شفناه مع الاتحاد، لعيب كويس ويعني حتى لما نزل عنده ثقه في نفسه وكده، لكن طبعا مع اللعب هيبان اكتر. خالد عبد الفتاح يمكن لعب وقت قليل 10 دقائق. كريستو واضح انه مهاري، واضح ان عنده ثقه بنفسه حتى بطريقه جاريه بالكوره وكده، ولكن عايز يلعب ويتشاف اكتر عشان نقدر نقول حكم قاطع يعني. لكن واضح ان امكانياته يعني مهاره باينه وهو بيجري بالكوره حتى. صحيح. فريتم الشوط الثاني قل، السموحه دخل في الشوط السيطره بقت متبادله غير الشوط الاولاني خالص بين الاهلي وسموحه، لكن ما كانش في خطوره كبيره على الشناوي. صحيح. ولا حتى على عمر صلاح باستثناء الانفراد اللي راح بيه كهربا ولم يوفق في انه يحرزها. يعني المباراه في مجملها هي لصالح النادي الاهلي لعبا ونتيجه، فمبروك وان شاء الله عقبال النهائي وعقبال ان شاء الله المباراه القادمه مع نادي الزمالك، لانها مؤثره جدا في مسيره الاهلي في الدوري العام. صحيح.